اكتر طقم تفاصيله بسيطة ولكن غلطته فورة، اكتر طقم من الاطقم اللي كتير من الناس بيتغش فيها. اي عروسة بتروح تشتري طقم الدهان الاصلي وتروح تشتري الطقم وتدفع فيه مبلغ وقدره، وبعد ما بتبدأ تستخدم الحلة للأسف الشديد بيبدأ يحصل معاها مشاكل كتير وبتعاني، وهي للأسف بسبب تفصيلة بسيطة جدا ما خدتش بالها منها. بسبب مين؟ مش بسببها هي، بسبب للأسف التاجر اللي بيبيع لها الطقم، للأسف مش الدهان الأصلي. ماركة الدهان من الماركات المشهورة جدا والمعروفة واللي خامتها فوق الروعة وما شاء الله جميلة جدا، لكن للأسف الشديد سواء كتير من المصانع وكتير من التجار بيغشك بطريقة أو بأخرى. بالنسبة للمصانع، إن أي مصنع جنب اسم الدهان بيلزق أي كلمة، هتلاقي واحد كاتب لك محمد الدهان، كريم الدهان، نجمة الدهان، أيا كان الاسم مع اسم الدهان، إخوة الدهان، هتلاقي كتير جدا في السوق المصري منتشر كلمة جنب كلمة الدهان، فده ما بيكونش الدهان الأصلي، أو بعد كلمة الدهان بيضيف لك كلمة تاني وده نفس القصة، بيكون طقم أي كلام، ما بيكونش برضه الدهان الأصلي. اما بالنسبه للتاجر ان هو بيخدعك وبيقول لك ده طقم الدهان الاصلي واشتريه على ضمانتي مش على ضمانتي، وللاسف طقم الدهان ما بيطلعش معاك الاصلي. النهارده هنوضح ده بالتفصيل وهنوضح لكم سعر الدهان عندنا الحله العدله وعندنا الحله البومبي من طقم الدهان الاصلي، هنوضح لكم مواصفات مهمه كتير. بس لو انتوا اول مره تشوفونا بنتمنى تنزلوا تشتركوا في قناه معرض منزلي للادوات المنزليه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد. بنقدم لكم مجموعة كبيرة من الريفيوهات والفيديوهات المميزة بأمر الله تعالى، وبنوفر لكم الشحن لجميع محافظات الجمهورية، وأي منتج بتكونوا عايزيننا نعمل عنه ريفيو بنعمل لكم عنه ريفيو، وبنشرح لكم كل المنتجات بأمر الله تعالى. عندنا صفحة على الفيسبوك وهي صفحة معرض منزلي للأدوات المنزلية الحديثة، وكمان عندنا رقم التليفون موجود في صندوق الوصف هتلاقوه للتواصل عن طريق الواتساب، عنواننا المنيا ملوي. المهم يلا مع بعض نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، هنشوف مع بعض تكوين طقم حلة الدهان الأصلي سواء العدل أو البومبي بالنسبة للمقاسات، وهنعرف سعره إزاي. وعشان تبقوا عارفين لو لقيت فرق كبير 700 800 جنيه أو 1000 جنيه عن السعر اللي أنا بقوله، اعرفوا بالتأكيد إن ده مش الدهان الأصلي. الفيديو ده ممكن تشوفيه بعد شهر، بعد اتنين، بعد تلاتة، بعد سنة حتى، اسأليني ساعتها في التعليقات وبإذن الله هقول لك على السعر الحقيقي أو الأصلي اللي ماشي بيه طقم الدهان بكام. النهاردة معانا ومعاكم طقم الدهان من الأطقم الجميلة جدا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طقم الدهان بيكون ألمونيا نقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنجرب منه الكاميرا كده ونشوفه مع بعض، هتلاقوا كلمة الدهان بس فقط لا غير بدون أي إضافات. ختم الدهان زي ما انتم شايفين كده، والصناعة المصرية صنع في مصر. ده ختم طقم حلة الدهان، دي شكل الكرتونة. نجرب كده من الكرتونة خالص، زي ما انتم شايفين كده الكرتونة مكتوب عليها الدهان 1973، مفيش أي إضافات مع كلمة الدهان. ده شكل الكرتونة. ده بالنسبة للحلة العدلة من طقم الدهان. طبعا الحلة العدلة بتكون بسعر والحلة البومبي بتكون بسعر، بس احنا هنشوف مع بعض طقم الدهان قطعة قطعة وهنتعرف عليه مع بعض. بسم الله، هنفتح مع بعض الكرتونة بتاعت طقم حلة الدهان ونجرب كده منها الكاميرا. زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا الارشادات الهامه للحفاظ على سلامه المنتج، زي ما انتم شايفين كده ازاي قبل ما بتستخدمي الدهان بتعملي ايه. دي مجموعه من الارشادات اللي بتكون موجوده على طقم حله الدهان الاصلي، تمام. بس برضو دي مش علامه اكيده 100% لان كتير من الناس للاسف بتغش في النقطه دي. بعد كده هتلاقي كل حله وكل قطعه من طقم الدهان هتلاقوا نفس الكلام كده، وبصوا اللمعة يا جماعة واضح ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني دي أصغر حلة موجودة في طقم الدهان الأصلي، زي ما انتم شايفين كده الحلة بصراحة جرب الطمطم، الألمونيا نقية جدا واضحة. نبص كده الحلة من الداخل، نجرب منها الكاميرا ونشوفها مع بعض، شايفين اللمعة وشايفين الفينش العالي، اليد بتاعتها والمقبض بتاعها ما شاء الله لا قوة إلا بالله جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده اليد دي مصنوعة من الستانلس ستيل، بتكون 18/10، مصممة خصيصا علشان تستحمل اعلى درجات الحراره وما تاثرش على ايديك وانت بتستخدمي الحله. المقبض زي ما انتم شايفينه كده مصنوع من الالومنيا وبيكون مفرغ عشان ما يحتفظ بدرجه الحراره العاليه. ده طقم الدهان الاصلي، وده شكله زي ما انتم شايفين كده بيكون مكون من 8 قطع
بمجاسات مختلفة، مش عايزين نوريكم باقي المجاسات كلها عشان ما نضيعش وقتكم بإذن الله. ادي حلة من ضمن الحلة اللي بعديها، تمام. بعد كده الحلة اللي بعديها اهو، طقم مكون من 8 قطع. اي حد هيطلبوا مننا ان شاء الله نصوره لكم بالتفصيل عن كده، بس احنا ده بنقول لكم ده شكل الحلل، تمام. نفس الكلام بالنسبة لباقي الحلل اهو، زي ما انتم شايفين كده باقي قطع حلل الدهان الاصلي، الثمان قطع اللي موجودين ما شاء الله. طقم جميل جدا وتقيل، والمونيا نقيه 100%، وطقم المونيا اصلي ما شاء الله لا قوه الا بالله. الطقم ده متوفر عندنا في معرض منزلي للادوات المنزليه. بعد ما شفنا طقم الدهان وتكوينه نيجي لنقطه السعر. لو حد قال لك طقم الدهان الاصلي سعره الحالي في وقتنا الحالي ب 2500 ب 3000 جنيه والدهان الاصلي، يبقى ده مش دهان اصلي. لو قال لك ب 4000 جنيه ما تصدقيش، لان طقم الدهان الاصلي سعره الحالي بالنسبه لطقم الدهان الحله العدله سعرها الحالي ب 5200 جنيه. طقم الدهان الاصلي زي الطقم اللي معانا ده سعره ب 5200 جنيه، والشحن متاح لجميع محافظات الجمهوريه. اي حد هيقول لك اقل من الكلام دواتي برقم، تعرف ان هو كده مش كلام عدل خالص. يعني لو قال لك 4 لغايه 4500 5000 جنيه، شك في الطقم على طول، ولازم تتبين وتتاكدي من ان هو الدهان الاصلي. بالنسبه لطقم الدهان البومبيه فسعره الحالي 5800 جنيه. الطقم زي ما انتم شايفين كده الحله البومبيه منه ب 5800 جنيه. طقم الدهان من الاطقم الجميله والمحترمه والعمليه جدا، وفي الاستخدام ما شاء الله لا قوه الا بالله. عملنا فيديو عن طقم الدهان الشاورما، في اخر الفيديو ان شاء الله هتشوفوه لو حابين تعرفوا شكله وخامه ومواصفات طقم الدهان الشاورما اللي موجود ومتوفر عندنا بامر الله تعالى. بنشحن كل المنتجات اللي عندنا في معرض منزلي للادوات المنزليه لجميع محافظات الجمهوريه. بنقدم لك مجموعه كبيره خالص من الاسعار لكتير من الادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه المنزليه، عشان لما تنزل تشتري حاجه تبقى عارفه سعرها وعارفه جوده المنتج اللي حضرتك هتشتريه. احنا بننصحك وبنقدم لك النصيحه لوجه الله تعالى. اشتريتي من عندنا خير وبركه، اشتريتي من عند اي حد اديك بتاخدي فكره وبتتعلمي وتعرف ازاي تشتري المنتج الاصلي، وده هدفنا بامر الله تعالى. الارزاق على الله سبحانه وتعالى، ربنا يكرمنا واياكم ان شاء الله. عنواننا المنيا ملوي، شارع 26 يوليو، معرض يحيى الفحار للادوات المنزليه. لو انت لسه ما نزلتيش اشتركت في القناه وعجبك الفيديو، يبقى نتمنى تشترك في القناه وتشير الفيديو لكتير من الناس عشان غيركم يستفيد بامر الله تعالى من كل اللي بنقدمه على قناتنا معرض منزلي للادوات المنزليه. بنشكركم جميعا، صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.